اما هلا زينا بننتقل لاولى محطاتنا لليوم، بنحكي عن موضوع يمكن اليوم كثير مهم، التربيه السليمه للاطفال. اليوم عم نشوف زينا بمجهود كثير كبير يقع على عاتق الاهل، كيف فينا نربي اطفالنا بظل الظروف اللي عم نعيشها على مبادئ وقيم اخلاقيه، وكيف فينا اليوم نواكب يمكن ذكاء الطفل. سابقا عم نشوف اختلاف الاجيال، اليوم عم نشوف الطفل بعمر كثير صغير بيكون كثير ذكي، يمكن شقي شوي، الاهل عم يلاقوا تعب كثير ومجهود كثير كبير. بالاونه الاخيره سمعنا عن مصطلح التربيه الايجابيه، قديش ممكن فعلا تكون هذا المصطلح صحيح، وكيف فينا نحن كاهل نقدر فعلا نربي اطفالنا بضمن هي الظروف ومختلفين. يعني الاجيال لما نقول نربي اولادنا مثل ما ربوا لنا اهلنا، بعتقد هذا الشيء مش صح. كل جيل وكل وقت بيختلف طريقة التربية. لنحكي عن هالموضوع أكثر معنا أخصائية تربوية نغم طربي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباح المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يعني المقدمة اللي حكيتها نور هي عن التربية الإيجابية بشقيها، التربية الحديثة وأيضا كيف منأثر إيجابا على الأطفال. خلينا نقول اليوم، خلينا أول قبل ما نبدأ بالتفاصيل نعرف شو هي التربية الإيجابية. التربية بشكل عام هي مهمة، ما أنا سهلة، لكن بنفس الوقت ما أنا مستحيلة. كل اللي لازم نعمله بالتربية الإيجابية إنه نعرف مراحل نمو الطفل وكل مرحلة شو خصائصها. هيك نحن من نرتاح، من عدل سلوك، من قوم السلوكيات كلها بطريقة محببة بدون ما نسبب أي ضرر للطفل. نعم. وكتير حلو ننتبه بين التربية الإيجابية والتربية التقليدية. التربية التقليدية مثل ما بنعرف هي قائمة على الصراخ، على الإحباط، الإجبار، لغة الأمر دائما الأهل بيطلبوا من الطفل أنه يقوم بأي شيء بدون مبرر. يعني هن بيكونوا ما في مستقبل ومرسل، دائما في مرسل بس. فهون الطفل عم نقضي على شخصيته، عم بتسبب له ضرر كتير كبير على حياته بالمستقبل. أما التربية الإيجابية هي بتقوم من قناعة ذاتية، في انضباط ذاتي للطفل بيقوم بأي عمل بده إياه، ممكن نحن نراقبه ممكن لا، لكن هو الطفل بيكون موجه بطريقة صحيحة. نابع من قناعة شخصية، قادر أنه ينجح بالمستقبل، قادر يكمل طريقه، لأنه نحن من البداية عرفنا كيف بدنا نوجهه بطريقة صح. وكل أم وأب دائما بيسعوا ليربوا أطفالهم، بيسعوا دائما ليربوهم صحيح. بطريقة صحيحة. لكن نحن بصراحة بنفتقر لكثير من المهارات. هذا اللي بدي أسألك عنه، يعني كل أهل يطمحون، ودائما بنحكي معك ست نغم بفقراتنا عن تربية الأطفال، كل أهل بيطمحوا إنه يربوا طفلهم بطريقة صحيحة، طريقة سليمة نفسيا. الإسقاطات النفسية اللي عند الأهل ما بالضرورة تقع حرام يعني على الأولاد، هي نقطة كثير مهمة. لكن خلينا نحكي متطلبات التربية الإيجابية لكل اللي عم يشوفنا اليوم شو هي. يعني كل حدا ممكن يقول أنه أنا عم أعمل كل طاقتي وكل مجهودي لربي، بس أحيانا هي الطاقة وهي مجهود عم يترجم بطريقة خاطئة، عم يكون عدم لضبط النفس، يمكن موقف صغير بيزع كل شيء، بيزع كل شيء عملتي. فخلينا نحكي مع كل الأمهات الحديثات، لأنه دائما المسؤولية بتقع على عاتقهم والأهل اللي عم يشوفونا. متطلبات التربية الإيجابية من البداية، كيف فيني أتعامل مع الطفل؟ طيب أول شيء، نحن الغلط اللي عم نرتكبه دائما نربط التأديب بالعصبية. هذا الغلط، كل الأهل بيعتقدوا أنه أنا إذا عصبت على ابني رح ربيه بطريقة صحيحة، وهذا الغلط اللي نحن لازم ننتبه له. هي رسالة لكل أم وأب، يعني لازم يكون عندهم قناعة ولو 50%. يعني أنا هلق بحكي، لكن إذا ما كان في قناعة موجودة عند كل أم وأب ما رح يسمعوا، ما رح ينفذوا الشيء اللي نحن بدنا نحكي فيه. 50% من القناعة أنه المشكلة ما بتنحل بالعصبية، وكل أم وأب حتى يفكروا أنه أنا ابني، بيحطوا دائما أمام عيونهم أنه هذا ابني مسؤوليتي لإلي. أي ضغوط نحن عم نعانيها من برا أو أي مشاكل ممكن مر فيها بالنهار هو ما دخلوا فيها. وخلينا نعمل تمرين، يعني نحن ما بدنا نحكي بس كلام، خلينا ننفذ، نعمل تمارين كل يوم، مثل ما كل يوم الصبح منفيق بنعمل قهوة بنسمع فيروز، خلينا نكون شوي ريلاكس عند الصبح. دائما نحط ببالنا انه انا هذا الولد اليوم شو ما عمل انا ما رح احكي شيء، رغم كل المشاكل اللي رح يكون فيها، كل الاخطاء اللي رح يرتكبها. بالفعل هلا انا اول حدا جربت هذا الموضوع وطلعت نتيجه كثير صحيحه. ما علينا، نبلش شوي شوي، ما بدنا بس نحكي، خلينا ننفذ، وبالفعل رح نلاقي نتيجه حلوه. كل
الطفل عم يعمل مثلا في عنا أطفال بتكون عم تشتغل شيء بتخرب، الأم بتكون موجودة بالغرفة، مو بالضرورة أنا أجي فورا مثلا إنه ليه عملت هيك، بتهجمي على الولد بطريقة إنه أنا خلص يعني بدي أضربك ليه أنت هيك عملت، هذا الشيء غلط. أنا طب كيف الطفل بده يعرف إنه هذا الشيء غلط إذا أنا ما وجهته؟ هون الموضوع، في أطفال بتحكي كلام مثلا إنه كأنها هي عم تحكي مع رفقاتها، بيجي الأب أو الأم فورا بيقوم هو بيضربه. طيب بدل ما أنا أضربه شو بساوي؟ بروح لعنده ماما هذا الشيء غلط، هي الكلمة اللي حكيتها ما بيصير تحكيها لا للكبار ولا للصغار. هون الطفل بيصير لحاله بيدرك انه هذا التصرف اللي انا تصرفته غلط. وبالمقابل ما نكبر الموضوع، يعني انا مثلا هذا موضوع بسيط بالنسبة للطفل انه هو ما اخذ له ابعاد، عم يتصرف هذا الشيء عن براءة، فانا على مهلي بشيء محبب للطفل هو لحاله بصير بيقتنع، بصير بيفكر قبل ما يتصرف، بفكر قبل ما يحكي اي شيء بده اياه. نعم، يعني خلينا نحكي كمان، عم تحكي عن موضوع كثير مهم هو عم يعانوا منه يمكن كل الامهات نور، وكيفيه العقاب والثواب ايضا بالنسبه للطفل. تمام. كيف بيعاقبوه، كيف بيكافئوه اذا عمل شيء منيح، لانه هي شغله قديمه جديده يعني. تمام. فيها تحديثات مع الزمن والعصور اللي عم نعيشهم. خبرينا اليوم كمان نغم، كيف فينا نبني علاقة وثيقة مع الطفل؟ عم نشوف كتير أطفال أحيانا يكون عندهم خوف، عزلة، تأتأة، تلعثم بالكلام، خجل، أحيانا بيكون من المنبع هو من البيت بسبب عدم وجود علاقة وثيقة مع الأب أو الأم، أو الخوف مثل ما حكيتي فيه اللي هو عم يردعه شوي. تماما. فخبرينا كيف فيها الام اليوم فعلا تكسب هذا الطفل يكون حاسس بامان وين ما راح، انه شخصيته قويه يقدر يتاقلم مع المحيط. في كثير مهارات، في ألف مهاره ممكن نحن نستخدمها، لكن المهاره الاولى اللي لازم نحن نبلش فيها هو الاستماع. نحن المهاره هي حاسه بتشتغل، هي الحاسة الوحيدة اللي بتشتغل قبل الولادة. فدائما نحن بدنا نستغل هذا الموضوع. الطفل لما بسمعه هلق الاستماع بجيب حوار جيد. نحن كل ما أحسننا الاستماع نحسن الحوار مع الطفل. كل ما أحسننا الحوار حصلنا على تربية إيجابية، وكل هذا كل شيء عكس هذا الشيء اللي نحن حكيناه بصير تربية سيئة وغير قابلة للنقاش. فنحن دائما هون اللي أنا بدي أكد عليه وبدنا نحكي إنه أنا خلي في حوار بيني وبين الطفل لابني جسر من الثقة. الطفل ببلش من هو وصغير بيجي بيحكي مثلا كلمة، أخطاء الأهل إنه هي يمكن محبة بالولد بتروح بتحكي إنه عرفته مثلا زين هيك عمل، آدم هيك عمل. فنحن هذا الشيء هذا بيأثر على نفسية الطفل بدون ما نحن نشعر. هون ما عاد في ثقة. بدي انتبه أنا للموضوع، بدي أكون كتير حكيمة بهذا الشيء. إجا الطفل شكالي عن شيء مثلا، نحن عم نحكي مثلا انكسرت سيارة، هو عمر صغير عمره 3 سنوات، كل ما بيكبر تكبر مشاكله، بصير بحاجة لحدا يحكي له. فأنا بدي أكون سند لإله، كون أنا بعطي وقت مثلا قبل ما ينام 5 دقائق بجي لعنده على السرير، ماما حبيبي كيف كان نهارك، كيف أنت، خلينا نصير رفقات، خلينا أنا بحكي لك وأنت بتحكي لي الشيء اللي زعجك. وبالفعل الأم ضروري إنها تحكي للطفل الشيء اللي زعجها، هيك بصير في ثقة بينها وبين الطفل. وتكون يعني حتى إذا الموضوع زعجها، في أميات يلا ماما تعا احكي لي، بس أنا ما بدي كلامه، بس أنا بدي نفذ. لما بتشوف إنه الطفل أخطأ ووصل لمرحلة مثلا كتير عمل شيء أبدا ما منيح، تبلش وبتضرب فيه، لا بدي اتمالك أعصابي. ضبط النفس هو موضوع كتير ضروري بهي المرحلة. بضبط أعصابي، كتير أحيان الأولاد مثلا بيجوا بيعملوا شيء عندي بالروضة، أنا شو ما بيصير، لازم يكون أنا حكيمة بهذا الشيء، أتصرف بطريقة محببة للطفل، بجيبه لعندي بعرفه هذا الشيء صح هذا الشيء غلط، ببتعد عن العصبية بهذا الموضوع. فشوي شوي بيصير في ببني جسر الثقة بيني وبين الطفل، وحتى لما بيكبر بضل واثق بأمه. ودائما الأم والأب لازم يساندوا الطفل بكل شيء. هاي نقطة كتير مهمة، يعني لوصل لأنا مرحلة الثقة مبنية بين الطفل والأهل، في مراحل أساساً ومهارات لازم يمروا فيها الأهل. هاي المهارات منها ضبط النفس، يعني اليوم يمكن نحن عايشين بظروف اقتصادية صعبة، 10 سنوات من الحرب قاسية على الكبير قبل الصغير، فكيف
يعني الولد الصغير اللي ما بيعرف اساسا ليش مر بهي الظروف. طبعا. دائما الاسقاطات بتكون على الاطفال، يعني دائما يمكن ضبط النفس هون بالملعب الاهل، كيف فيني انا فعلا اضبط نفسي، كيف فيني انا ما اعصب على مدار ال 24 ساعه والطفل ما يكون مفششه الاهل، يعني للاب ولا الام يفش خلقه بالولد، وبعد ما تلاقيه فشت خلقه فيه او فش انه بيمسكه بيزعل او بالليل عم ضميره عم ينبو عم يبكي. هي المرحله يمكن كثير من الاهالي عم يمروا فيها وكثير صعبه لانه بتاثر على نفسيه الطفل طبعا. بشكل كثير كبير، واساسا بيخلق عندك طفل منه سوي ولا سليم طبعاً. نفسيا طبعاً. انا لا ابني هي العلاقه لازم مر بهي المراحل، كيف فيني انا اليوم اضبط نفسي مع الطفل، لانه حتى الطفل شيء كثير قدرات عنده كثير كبيره. اليوم عم نشوف الاطفال باعمار كثير صغيره كثير اذكياء ما عم يقدروا الاهل فعلا يواكبوا يتحكموا. تماما. نحن اللي حكيناه بالاول انه الام بدها تبلش من حالها، بالعكس انا بستغرب من الامهات اللي بتكون مزعوجه. هلا نحن اكيد الطفل كثير احيان بيعصب الاهل، بس نحن ما نوصل لمرحله من الغضب اني انا مثلا دائما استهزئ بالطفل، دائما اضربه، دائما اعمل هيك، لا خليني شوي اشتغل بتروي مع الطفل. لما انا باكد وبعرف انه هي المراحل اللي عم بمر فيها الطفل من اكتشاف مثلا للعالم الخارجي، هو بحاجه لنشاط، النشاط اللي عم بيقوم فيه لازم اكون انا مبسوطه. بس الشيء اللي بيصير فينا انه الولد مثلا بيصير كثير الحركه، كثير النشاط، الام بتعيط عليه مثلا بيقعد الولد، لما بيمرض تزعل، يا الله يا ريتك بعدك عم تتحرك عم تلعب. والمشكلة ما بتلاقيها بتلاقيها عم تساير رفيقتها ما قدرانه تساير طفله، يعني بتلاقيها عم تساير المحيط تماما يعني في اختلاف بطريقه هي الخطا من الامهات، لانه انا لما حط ببالي انه هذا طفل مسؤوليتي وتربيته مسؤوليتي، هو امانه عندي وانا لازم اعزز نفسيه الاطفال. دائما نحن بنسعى، واي طفل بيجي لعندي على الروضه قبل ما يسألوا الأهل عن أي شيء بجيب الولد بعمل دراسة عن نفسيته، عن سلوكياته الصحيحة والخاطئة، دائما بضل على تواصل مع الأهل لأنه هذا الموضوع كتير ضروري. أنا قبل ما أعلمه الكتابة والقراءة لازم أعزز له نفسيته، وأنا لحالي ما بكفي، بتواصل دائما مع الأهل وبخبر الأمهات أنه أنتوا لازم تكونوا شوي تتعاملوا برفق مع أطفالكم، لأنه أنا في أمهات مثلا تتفاجأ، يا الله هذا الولد بيسمع الكلام، ليه ابني ما بيسمع الكلام؟ التربية ما بتصير بيوم وليلة، التربية مو كبسة زر، هذا الشيء اللي لازم نحطه ببالنا. في أمهات مثلا أنه في طفل كان عندي عم بحكي لها للأم سلوكياته كيف لازم نعدلها، فأجت لعندي بعد أسبوعين عم بتخبرني أنه ابني ما استفاد، أنه خلص أنا يأست. طيب التربية أبدا ما بتصير هيك، أنا ممكن ضلني سنة سنتين، صحيح بزرع قيم بالأطفال وبتثمر بعدين فيما بعد بالسنوات القادمة، لكن التربية الإيجابية هي بدأ استمرارية بهذا الشيء. يعني الكبار بحاجة أحيانا لنصيحة، ما بالك طفل صغير هو ما بيعرف شيء، نحن لازم نوجهه ونربيه بطريقة صحيحة. فالشيء اللي أنا بدي ألفت نظر الأمهات فيه أنه نحن التربية ما بدها، يعني أنا بقول مثلا بالعشر سنين أنه أنا خلص ما عاد ابني صار لحاله وممكن يكمل حياته لحاله، لا ابني رح يكبر ويصير عنده أولاد وأنا بعدني عم وجهه، وممكن مو أنا في حدا ممكن يكون بيثق فيه بوجهه بطريقة صحيحة. فالتربية هي ما بتكون بيوم ولا بكبسة زر. صحيح. نعم. يعني عم نحكي هي الأم إذا عندها هي ولد واحد ومنكفة مثل ما بيقول بالعامية، فكيف إذا ولدين أو ثلاثة؟ خلينا نحكي كمان على ظاهرة كتير مهمة، هي تأثر الأطفال بمواقع التواصل الاجتماعي وبالبلوجرات اللي عم يطلعوا كأطفال عم يعلمون عادات سيئة. الأم بس تشوف ابنها عم يعمل نفس هذا الشيء بتعصب كمان، ممكن تمنعه ويرجع يصير عنيد اكثر يتمرد على امه. كمان كيف هي تتعامل مع الحاله، لانه كثير عم نشوف انه الاولاد عم يتاثروا بالشيء اللي عم بيشوفوه عم بيعملوا مثلهم بالبيت. تماما هذا هو، هذا مرض فات لكل بيت، ما فينا نحكي هذا البيت فيه وهذا لا. الاولاد صار تعلقهم كثير كبير بالاجهزه الالكترونيه، لكن الشيء الخطا من الام،
يعني انت كأم، انا بستغرب بالامهات اللي هن غير قادرين بيجوا بيقولوا لي انه انا ما بمون على ابني شلح الموبايل. طب ليه؟ ما هذا ابنك، انت اللي هو اللي لازم يسمع كلامك، لازم انت توجهيه بطريقه صح. انا ابني لما بحط له اوقات صحيح. نظم له وقته، انت عندك هالنص ساعه بتاخذ الموبايل وبتلعب فيه مثلا، مثل انا بدون ما احكي ابني الكبير حاطط توقيت للموبايل، بعد ربع ساعه بيعطيه انذار انه انت لازم تترك الموبايل، وبالفعل بيمشي على هذا الشيء انه انا مثلا عندي هذا الوقت المحدد وبعد. بس مشكلة الاهالي انه لما بيكونوا مشغولين خذ الموبايل يلا العاب فيه، والام بتنشغل ساعتين ثلاثة اربعة والطفل بعده ماسك الموبايل. هو ما انه غلط اذا الطفل عم يتعلم شيء تعليمي صحيح. اغاني احرف اساسا ما فيك تسلخي الطفل او تمنعيه عن الواقع، كل شيء ممنوع مرغوب الام والام معهم، بس انا بدي اعرف كيف بدي اتصرف بهي الاوقات. بعطيها النص ساعه، لا ما حدا يجي يقول لي ما بقدر. لا، اليوم عم نشوف طفل عمره 5 سنين 3 سنين هو حامل الموبايل وعم يسمع اغاني، هذا الشيء كثير غلط صدقا. لازم نحن هي لازم حملة نكون فيها الكل، كل الأمهات، مشان نمنع هاي الظاهرة، لأنه بتأثر مو بس على عقل الطفل، على جسمه، على نفسيته، على كل شيء، عم تمنع من كتير خطوات. خلينا نعطي خطوات أساسية، يعني أنا ما فينا للأم أنه أمنع الطفل مثل ما حكينا بالبداية. اليوم عم نشوف أعمار صغيرة يعني من السنتين لثلاث سنوات بس طبعا. يعني صدفنا أكثر من دكتور بيقول لك ما في مشكلة ساعة لنص ساعة، بعمل أوقات محددة بحيث ما يصير في تعلق مو متواصلة، بعملها بس للصبح أو المثل أنه أساسا يا بيكون بالروضة يا بيكون بالمدرسة طبعا. كيف فيني أنا أقول لهم أنه مثلا بهيدا التوقيت تعملوا توقيت صحيح للأطفال، وفعلا في مثلا يوتيوب للأطفال محدد مشان ما يحضر فيديوهات مش مناسبة لعمره. تمام، بنظم الوقت، بعطيه مثلا انت الصبح عندك هدول النص ساعة، بجيب له ألعاب، مو بالضرورة روح اشتري له، في كتير على اليوتيوب في كتير أمور ألعاب يدوية ممكن نحن نشتغلها للأطفال. تلوين عمر الطفل بعمر 3 سنين كتير ممتاز، إذا بتجيبي له دفتر تلوين وبيصير بيلون. أنا لما بشغل الولد بأمور غير أمور الأجهزة الإلكترونية بينشغل، لأنه هو طفل شو ما بتعطيه بيلعب، بس لما بيشوف شيء بس واحد قدامه بده ينشغل فيه وبس، ما عاد بيصير، ما عاد فينا نحن نعطيه شيء ثاني. حسب العادة بيصير، حسب ما عودت الطفل بيمشي. ممكن اقرا له قصص كمان، القصص كتير مفيدة. هذا الشيء كتير صار غايب عنا بمجتمعنا، هذا من قصص، من تلوين، من ممكن هذول الأشغال اليدوية اللي بيعملها الطفل اللي كتير مهمة، حتى بتنمي الذكاء عند الطفل. ألعاب البازل هي كتير مهمة للطفل. فنحن خلص اعتمدنا، شفنا الأريح لإلنا مو الأريح لقبلنا، بلشنا معه أنه خلص خود التهي عني ساعتين ثلاثة. بس قامت بيصير مشكلة كبيرة لما بيكبر الطفل وبيصير عنده مشكلة بالتواصل مع الآخرين، أنه أنت بتشعري أنه الطفل ماسك الموبايل لكن موجود ومو موجود، عم يلعب بالموبايل لكن مو موجود مع الأشخاص اللي حوله، ما بيقدر يتواصل معهم، حتى بتحكيه ما بيسمعك لأنه هو مشغول. الألعاب اللي هلا خنن عم يلعبوها بتسمعي أصواتهم بتسبب لهم ضغط نفسي، الأصوات اللي بتسمعيها بتفكري إنه هن عم يختلفوا مع بعضهم، تطلع لعبة آخر شيء. فأنا ليه لحتى وصل ابني لهي المرحلة؟ في كتير أمور بيكون فيها الصغير والكبير بالأعمار بمراحل نموه، من هو وصغير لحتى يكبر، وكل ما بيكبر إنه في نوادي بروح أنا بسجله، بالهي في كتير أمور ونشاطات بيكون فيها غير إنه يمسك الموبايل. وبعدين الطفل لما بيوصل لمرحلة، لما بصير عمره مثلا 10 سنين 12 سنة، بصير هو لحاله بيقتنع، لما كنا عم وجهه بطريقة صح لحاله بيقتنع إنه هذا الشيء غلط وبدرني إنه أنت حلو. مثلا كل يوم نحن نروح على الدكتور، كل يوم تتوجه أنت بأسلوبك بطريقتك بس بطريقة محببة، ما بيجي بمسك الموبايل بسحبه من إيد ابني بدون ما خبره شو عواقب هذا الشيء. لا، بقعد بشرح له، فهمه، بعلمه انه هذا الشيء غلط، خلينا نستغل بشيء ثاني. وكتير حلو نشغل الطفل بالمطبخ، الطفل الصغير كتير بيحب يساعد امه بهذا الشيء، ما عليه بشغله روح رتب لي، روح اشتغل، روح اعمل، يعني هي الامور كلها بتساعد طفلي لحتى يتخلص من هي العاده. وبتمنى من كل الامهات انه يتبعوا هذا الاسلوب، ما عليه يتحملوا، يعني الولد رح يبكي ورح يصرخ ورح كتير يسبب انزعاج بالبيت، ما عليه ينزعج اسبوع اسبوعين شهر شهرين، بس انا هيك عم بكون هذا الشيء عم بيعود بالفائده لابني.
نعم، يعني أغلب الأمهات هلا عاملات وأغلب الأولاد عم يقضوا وقتهم بالحضانات أو عند النانا، أو يعني بترجع الأم تقعد معه كم ساعة لبين ما ينام الولد. بهالساعات هل هي قادرة على التأثير إيجابيا عليه؟ وشو فوائد التربية الإيجابية بعدين على الأطفال؟ يعني هل ممكن انه مثلا فعلا انه تسقل لهم شخصيتهم، ما يصير في بكي، في عناد، في نق، في تسقل لهم شخصيتهم بهي القصص؟ طبعا اكيد لما بيكون في تعاون بين الروضه او الحضانه والام اكيد بدها تكون قادره. لما الام نحن تخبرنا شو هي الشيء اللي عم تمشي مع طفله فيه ونحن نكمل هي المسيره، او العكس يعني السلوكيات اللي بتجينا نحن انه نحن بدنا نعدلها، فانت لازم تكملي مع طفلك مثل ما بقواعد مثلا او انضباط للطفل. فمن فوائد التربيه الايجابيه انه هي بتزيد من ثقه الطفل، بتعزز الذات عنده، بتزيد الروابط الاسريه بين الاهل وبين الطفل نفسه، يعني بصير اكثر احترام. بنلاحظ الاطفال يلي بيكونوا هيك مربيين بالتربيه الايجابيه او متبعين التربيه الايجابيه اهلهم معهم بيكونوا اقل اخطاء من غيرهم، من الاطفال اللي هن متبعين معهم اسلوب تقليدي بالتربيه. وعندهم مهارات حياة كثيرة، مهارات اجتماعية، أكثر احترام عندهم، دائما قادرين على أنه يحلوا مشاكلهم بدون ما يستعينوا بحدا. نعم، ويمكن ساعة الأم تقضيها مع ابنها هي كفيلة فعلا بتقويم سكره وبتوجيه صحيح، وتقدر تستثمرها بطريقة إيجابية وصحيحة. طبعا. دائما معك استفسارات ومواضيع مهمة حول تربية الأطفال الأخصائية التربوية نغم تربية. شكرا كثير لك. شكرا لك وعلى كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها.